أنا سعيد في بلدي تونس العرب وسعيد جدا بهذه الإجازات الكبيرة التي شاهدتها لقد استطاع الرئيس زين العابدين بن علي أن ينقل تونس من حال من حال إلى حال ملفت للنظر أن يضعها في مركز الاهتمام الاقليمي والدولي. وهذه مسأله جديره ان تكون مشروع يحتذى به، نموذج يحتذى به ويأخذ به الجوار وسيما الجوار العربي، سيما الجوار العربي. بيننا وبين تونس علاقات تاريخيه نحترمها ونجلها ننظر الى تونس كما كنا وسنبقى بعين الامل والرجاء تونس لعبت دور كبير في تاريخنا العربي لقد صدرت لنا الكثير من الفكر القومي وصدرت لنا الكثير من الفكر الابداعي ونحن ننظر إلى تونس اليوم بمنظار الرجاء كي يعود هذا الدور كي يعود هذا الدور القومي الرائد وسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بأمتنا العربية أفتخر برئيسكم ويحق لكم أن تفتخروا لأنه فعلاً من القلائل الذين عبروا إلى المسؤولية مروراً ب أو ممرات صعبة ومرهقة لم يصل إلى هنا إلا عبر ممرات فعلاً من الامتحانات. الصعب التي اهلته لكي يكون في في الصداره ولكي يقود كما شاهدنا هذه الانجازات الكبيره لشعبنا العربي ولشعبنا العربي التونسي انا فعلا في هذا المرور في هذه الزياره شاهدت الاشياء اللي اسلج صدري وحاطتني بجو من التفاؤل الذي يبعث في داخلي الامل الامل بما شاهدت الامل بالمستقبل شكرا لتونس كل الحب لشعبنا في تونس كل الحب والتقدير لقائد تونس لزعيم تونس لرئيس تونس الرئيس زين العابدين علي شكرا لكم